حسين الشحات من اكتر اللعيبه اللي خدت نقد ونقد قوي جدا جدا من الجمهور، وبصراحه نتكلم بصراحه الجمهور كان عنده حق في بعض الاحيان. والاهم كمان ان جمهور الاهلي لما كان بينقد حسين الشحات كان بيبقى عشان بيحب حسين وعشان كان منتظر منه المزيد. طيب هنا في عده جوانب، سواء جانب يتعلق باللاعب نفسه وازاي يقدر يتخطى المرحله دي، وجانب يتعلق بالتعامل النفسي من قبل الجهاز الفني مع لعيب هو مقتنع بيه وبقدراته وبشخصيته كلاعب في النادي الاهلي. الجانب الاولاني، حسين حاول ان هو يشتغل على نفسه رغم ان في ناس كتير جدا ما كانتش حاطه في اعتباراتها ضغط الماتشات الكبير جدا اللي كان على لعيبه الاهلي، فكان طبيعي ان يبقى حسين مستواه قليل زيه زي بعض اللاعبين في النادي اللي كان مستواهم قليل في فتره ضغط الماتشات اللي هو كانوا بيلعبوا كتير جدا كل يومين ثلاثه ماتش، فكان طبيعي تلاقي المستوى قليل. لكن لما حسين ريح، وده بقى الجانب الاخر والتعامل النفسي الصح اللي اشتغل بيه مستر موسيماني مع اللاعب، وهو ايه؟ انه ما لعبوش لا ماتش الذهاب مع الترجي ده بعد فتره راحه كبيره، ولا ماتش الاياب مع الترجي، نزل كبديل وكان بديل مؤثر وجيد. المباراه الثانيه تحديدا جاب جون، الجون ده عالمي. الجون ده لو كان مش اوف سايد يعني مش عارف كان هيبقى حاجه تاريخيه بصراحه. لكن حاجه جيده بصراحه ان حسين يبتدي يرجع لمستواه، وانا شايفه بيرجع بشكل تدريجي. لعب ماتش الترجي الثاني جاب جون، مباراه بيراميدز نزل كبديل جاب جون، الماتش امبارح لعب كاساسي كان احد ابرز نجوم المباراه، ساهم في هدفين، هدف جابه والهدف بتاع ضربه الجزاء. فهو ده حسين الشحات، هو ده اللي احنا عايزينه من حسين. استمر، اثبت بقى على كده، اثبت على كده يا حسين، احنا عايزين المستوى ده دايما. لان حسين وهو بص 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 تصرف ممتاز، الكره بس تبقى واطيه شويه كان برده هيبقى جون تاني عالمي. هو متخصص اهداف عالميه بصراحه، متخصص اهداف عالميه، وبخلاف أدائه ومهاراته وقدراته الفنية والبدنية فهو لعيب ممتاز. فإحنا عايزين يثبت على كده بإذن الله، وهو هيثبت على كده طالما خد فترة راحة كويسة، طالما الثقة ابتدت ترجع له وثقة الجمهور فيه كمان رجعت بشكل كبير جدا، وهيفرق معانا قوي حسين شحات لما يستمر بإذن الله على المستوى ده. فكان في جانبين مهمين قوي في التعامل مع حسين الشحات، سواء اللاعب نفسه أو حتى التعامل النفسي من قبل الجهاز الفني.